محرر موقع في الجون، الموقع الرياضي طبعا في الجون. تحياتي يا دكتور، ويعني طبعا الجزء الثاني من وثائق بنما اظهر الوجه الاخر للفيفا والاتحاد الدولي لكرة القدم، ويمكن كانت الامور كلها كانت واضحة خلال يعني العام الماضي وبداية هذا العام طبعا من اختلاسات داخل الاتحاد الدولي، وكذلك ايضا دور يعني بعض الاتحادات الاخرى مثل الاتحاد القطري طبعا لما حصل على موضوع تنظيم كأس العالم. اتفضل يا دكتور. دكتور عادل سامعني؟ دكتور عادل انا ما حضرتك سامع حضرتك فندم. سم... سم... انا ب... انا بسالك على الوجه الاخر لهذه الوثائق اللي وضحت اتحاد الكره، ايه اللي غيرته؟ تمام يا فندم. حضرتك القضيه دي داخله تقريبا بقى لها سنه تقريبا، قضيه الفساد الفيفا من ساعه الجمعيه العموميه الاخرانيه للفيفا اللي كان فيها انتخابات في العام الماضي. صحيح. بعد كده تم القبض على اكثر من عضو بارز في اللجنه التنفيذيه للفيفا، ثم تطورت القضيه عشان تطول جوزيف بلاتر نفسه الرئيس السابق للاتحاد الدولي وميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي. طبعا مع ظهور ما يطلق عليه وثائق بنما تم برضه كشف عن الوثائق الاخرى اللي قد تطول كمان جاني انفانتينو الرئيس الجديد للفيفا اللي انتخب الفتره اللي فاتت. القضيه يعني بتوسع وبتكبر كل يوم، بتطول ملفات اخرى. اخرها كان التظلم اللي قدمه ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي عشان يلغي فتره ايقافه 8 سنوات. المحكمه الرياضيه الدوليه رفضت التظلم ده، هي بس قلصت فتره الايقاف، وبناء عليه ميشيل بلاتيني يقال انه هيتقدم باستقالته من رئاسه الاتحاد الاوروبي خلال ايام. الموضوع فعلا كشف زي ما حضرتك قلت كده الوجه الاخر والوجه القبيح يمكن لكره القدم. والبعض بيطالب بفتح ملفات اسناد كاس العالم 2018 لروسيا و2022 لقطر اللي فيهم شبهه كبيره جدا من الفساد في هذا الموضوع. طيب ممكن يتغيروا موضوع، يعني خلينا يعني نتكلم في روسيا وقطر تحديدا الاتحادات، هل ممكن يتغير التنظيم بعد ما كان يعني الاتحاد الدولي قرر حاجه ممكن يرجع فيها؟ طبقا لوثائق بنما دي والفساد، وعلى اعتبار ان دي تاني وثيقه بعد طبعا الوثائق اللي اظهرت في السابق فساد داخل الفيفا. هو بالنسبه لروسيا الموضوع اعتقد صعب جدا، لان التصفيات اوريدي ابتدت خلاص في كل القارات، البطوله فاضل عليها سنتين او اقل من سنتين، زائد ان في بطوله كاس القارات اللي هتقام السنه الجايه برضه في روسيا، لان الدوله اللي بتنظم كاس العالم بتنظم قبلها على طول كاس القارات. فاعتقد الامور بقت صعبه جدا بالنسبه لروسيا. بالنسبه لقطر احنا بنتكلم لسه في 6 سنوات، وفي دول تقدر يعني لو الامور اثبتت ان خلاص يعني في شبهه كبيره جدا في الموضوع ده، ففي دول ممكن تلحق تنظم في ال6 سنوات دي. لكن الموضوع هيبقى برضه فيه صعوبه كبيره شويه، لان في الموضوع متشعب جدا ومعقد جدا داخل الفيفا. لكن في بعض الدول زي الولايات المتحده وزي استراليا وزي انجلترا مصره على فتح الملف ده، ومصر على سحب تنظيم كاس العالم من قطر. اعتقد في الايام المقبله هيبان وهيظهر، لان انفانتينو من اول يوم ليه في رئاسه الفيفا قال ان انا هفتح كل الملفات ومش هتستر على اي فساد. فهيظهر اعتقد في خلال الايام اللي جايه، هل لان حضرتك عارف في كونجرس او جماعه عمال الفيفا بعد بكره في المكسيك، فدي اعتقد هيتم فيها فتح الملف ده. طيب انا عندي سؤال من ناحيه صحفيه بقى، عشان الناس بعض الناس لما شافوا الجزء الاول من وثائق بنما ودلوقتي امبارح بالامس طلعنا الجزء الثاني، قالوا الله هو يعني العالم ده بينظمنا بيورينا الحقيقة حسب مزاجه، بمعنى اخر انه انت كصحفي هل تستبعد ان يكون في جزء مخابراتي انه يسهل امور ما ويطلع وثائق بهذا الامر ويسهل عمل صحفيين، اللي طبعا كتير من الصحفيين اللي حاولوا يحصلوا على هذه الوثائق؟ لا طبعا ما استبعدش خالص، يعني بالعكس، يعني لان طبعا زي ما حضرتك عارف الفيفا جزء كبير قوي من الامبراطوريه العالميه، لان كره القدم شيء مهم جدا بالنسبه للعالم. الاتحاد الدولي جزء كبير جدا من الامبراطوريه العالميه او النظام العالمي. الفكره حتى القبض على بعض اعضاء الفيفا تم من الاف بي اي او المكتب الفدرالي الامريكي، فدي كانت برضو قضيه سياسيه اكتر منها رياضيه. فلا طبعا ما فيش، الامر غير مستبعد على بالمره، يعني مش مستبعد ان المصالح تضاربت وان البعض عايز يكشف في بعض الناس تحديدا. فلا يعني تقول اللي كنت استبعده، لا ما استبعدوش على الاطلاق. يعني هل تستبعد ان احنا نفتح تحقيق؟ احنا ما فتحناش تحقيق طبعا في الوثائق الجزء الاولاني، يعني في وثائق بنما الى الان، هل احنا ممكن يكون في جزء ما تورط اتحادنا اتحاد الكره المصري بشكل او باخر في هذه الوثائق؟
لا ما اعتقدش، لان احنا اضطرينا يعني. الاتحاد المصري كان حتى قال لما بمجرد كشف قضيه فساد الفيفا ان في بعض الامور دخل فيها موضوع كاس العالم 2010 اللي كانت مصر متقدمه التنظيم وتم اسناده جنوب افريقيا. صحيح احنا كانت فرصتنا بعيده جدا وما حصلناش على اي صوت في التصويت، لكن احنا بشكل مباشر او غير مباشر اضطرينا في هذا الموضوع. فهو الاتحاد المصري اكيد فيه مشاكل كتير، لكن ما اعتقدش انها وصلت للارتباط بالفساد بتاع الفيفا باي امر. والدليل على كده يمكن ان حتى الاعضاء الافارقه اللي موجودين في اللجنه التنفيذيه للاتحاد الدولي لم يتم اسناد لهم اي تهمه، سواء كان استاذ الكابتن المهندس هاني ابو ريده او عيسى حياته رئيس الاتحاد الافريقي، لم يتم حتى دخول اساميهم في التحقيقات او في التهم دي. فما اعتقدش ان الاتحاد المصري متورط في هذا الموضوع باي شكل. طيب انا بشكرك زميلي والصحفي طبعا استاذ او دكتور عادل كريم، المحرر طبعا في موقع في الجون، الموقع الرياضي. شكرا جزيلا.